الموقع. أول حاجة هنعملها هنضغط على الجسر، هندخل على الفيديو دي، هنلاقي جالنا خطتين للعضوية، أول خطة فري وتاني خطة بريميوم. هشرح لكم طبعا الفرق ما بين الخطة المجانية والخطة البريميوم أو اللي هي المدفوعة. يعني بالنسبة للخطة المجانية الكوميشن أبجريد، إيه الكوميشن أبجريد ده؟ لما تجيب حد يسجل تحت اسمك وهو يعمل أبجريد، لو أنت خطتك مجانية هتاخد 10%، 10% من المبلغ اللي هو هيدفعه اللي هو $25، البريميوم سعرها $25. فانت لو خطتك مجانية وخليت حد يجي يسجل تحت اسمك وهو عامل ابجريد، انت الكوميشن ابجريد بتاعك هيكون 20% من المبلغ اللي هو $25 ده، يعني هتكون الكوميشن بتاعتك $2.5. كوميشن ريكويست ادسنس، احنا دلوقتي عندنا ميزانين للعامل معانا. انت ممكن يكون عندك او جاتي عندك اكونت ادسنس عادي، ده هتقدر تشتغل بيه دايركت على الموقع من غير ما تطلب معرف مننا. لكن لو مش عندك ادسنس عادي يبقى هتضطر تطلب معرف من عندنا. المعرف حاليا احنا خليناه سعره $15. المهم انه حضرتك لو انت عضويتك مجانية، لما تجيب عضو تحت اسمك برضه ويسجل عندنا ويطلب معرف، حضرتك هتاخد من المبلغ اللي هيدفعه للمعرف 10%، يعني $1.5. كوميشن ادفرتايزر، كوميشن ادفرتايزر دي هتبقى 5%. ايه الكوميشن ادفرتايزر دي اصلا؟ لو حضرتك برضه جبت حد تحت اسمك وكان معلن عندنا، يعني شغال دلوقتي عندنا نظام اعلاني، لو حد عايز يعلن عندنا بنقدر نعمله ده عن طريق كذا حاجة هشرحها في فيديو لوحدها. المهم نكمل الخطتين، ايه الفروقات ما بينهم. يو اد فيو، احنا التدوير بتاعنا عندنا في الموقع نسبة الظهور بتاعت حضرتك لإعلاناتك يعني 50%. لو حضرتك خطتك مجانية هتاخد بس نسبة الظهور 50%. ريفرال ادز فيو، ريفرال اد فيو دي نسبة ظهور اعلاناتك في روابط الناس اللي هتجيبها تحت اسمك، يعني انت هيكون ليك نسبة ظهور اعلاناتك في روابط الناس دي، ودي مش هتاخد على فكرة من نسبتهم حاجة خالص. يعني افترضنا مثلا ان هو الشخص اللي جبته تحت اسمك هو عضوية مجانية، يعني نسبة ظهوره 50%، اصبح نسبة ظهوره هتفضل 50%، مش هتتغير خالص، بس حضرتك هتاخد 5% نسبة ظهور زيادة، ودي هتحتسب من نسبة ظهور اعلانات موقعنا احنا، مش من نسبة ظهور اعلانات الشخص التاني. نتنقل للخطة البريميوم. الخطة البريميوم ايه مميزاتها؟ اولا هي سعرها $25. $25 دي ممبرشيب بتدفع بشكل شهري. ايه الميزات اللي حضرتك هتاخدها؟ بالنسبة للكوميشن ابجريد نفس القصة برضو، للناس اللي هم هتجيبهم تحت اسمك وهيعملوا ابجريد، حضرتك هتاخد نسبة 30% كوميشن على المبلغ اللي هم هيدفعوه اللي هو برضه $25، يعني تقريبا هيكون $7.5 من مبلغ $25 ده. الكوميشن ريكوست ادسنس برضه من $15 اللي هي سعر معرف ادسنس لما يطلبوه مننا، حضرتك كعضو ابجريد هتاخد نسبة 30% اي ما يعادل $4.5. الكوميشن ادفرتايزر برضه اذا حد حضرتك جبته عمل عندنا نظام اعلاني او اعلن عندنا، يعني حضرتك هتاخد نسبة الكوميشن بتاعتك هتكون 10% بما انك عضو ابجريد. بالنسبة لليو اد فيو اللي هي نسبة ظهور اعلاناتك، نسبة ظهور اعلاناتك الطبيعية 50%، حط عليهم 30% نسبة البريميوم بتاعتك او الابجريد بتاعك، اصبح نسبة ظهورك هتكون 80%، نسبة ظهور اعلاناتك هتكون 80%. ريفرال اد فيو، اي حد هتجيب موضوع تحت اسمك وهيكون بيختصر روابط، يعني هتكون نسبة ظهور اعلاناتك 10%، زي برضو ما شرحت قبل كده مش هتنقص من اعلاناته، من نسبة ظهور اعلاناته ولا حاجة خالص. تمام، احنا بنبتدي بقى ايه، انا هشرح لكم يعني من ناحيتين. هعمل لكم دلوقتي عضوية مجانية، هسجل دلوقتي عضوية مجانية وهوريكم خطواتها، وبعد كده هسجل بإيميل تاني برضه في نفس الفيديو ده لعضوية بريميوم. هنبدأ مع بعض register now.
هتكتب اي يوزر نيم اي حاجة. اوكي شرينك شرينك وان مثلا ايميل. اوكي تكتب اي باسورد حضرتك تحبها. فول نيم تكتب اسمك كامل. انا طبعا هكتب اي اسمي. الفون نمبر على سبيل المثال يعني. الادرس بتاعك اللي هو العنوان هتكتب برضو اي عنوان يعني. هروح حطيت العنوان بتاعك انا بس بعمل لكم مثال يعني. الخانات دي مهمة لانه لو عندك طريق الخانات دي وتكون صحيحة يعني هتبتدي هنبتدي نقدر نقبضها بشكل سليم. خلصت كل البيانات بتاعتك مليتها. هتضغط ريجستر. You're done. خلاص حضرتك خلصت. Congratulations. Now you can log in. مبروك انت دلوقتي تقدر تسجل دخول. هتكتب الايميل بتاعك اللي انت سجلت بيه. اوكي والباسورد. لوجان. اوكي خلاص احنا دخلنا بالفعل اهو. برضو في هنا بقى حاجة. انا مثلا دلوقتي عندي معرف ادسنس. انا هنا هشرح لكم على ان انا حد عندي اوريدي معرف ادسنس. اوكي ف هتعمل ايه بقى اول ما تدخل؟ هتضغط هنا ادسنس سيتنس. هتكتب حضرتك المعرف بتاعك بس الصيغة اللي اتكتب عليها المعرف هي كده. على سبيل المثال يعني. خلصت هتقول update successfully updated. خلاص هو دلوقتي المعرف ده دخل اتخزن عندك او تم حفظه في البيانات الخاصة فيك. يعني دلوقتي حضرتك اي وقت عايز تدخل تختصر انت مش محتاج تكتب المعرف تاني. هو بشكل اوتوماتيك خلاص بقى محفوظة عندك في المواضيع بتاعتك. احنا دلوقتي خلصنا الشرح لو احنا عايزين نعمل قضية مجانية. ولو احنا عندنا حساب ادسنس عادي نقدر نشتغل بيه. هندخله ازاي؟ الخطوات كلها كده انتهت. هنبتدي بقى دلوقتي حاجة تانية. هنعمل ريجستر تاني. بس هنعمل دلوقتي ريجستر بالعضوية البريميوم. هضغط هنا just now. اوكي هكتب برضه يوزر نيم. اوكي هكتب الميل. اوكي هنا الباسورد. فول نيم برضه اي يعني اسم حضرتك يعني. اوكي الفون نمبر برضو. ايميل ادرس العنوان. اوكي نضغط ريجستر. خلاص congratulations now you can log in. هنا هنسجل دخول دلوقتي الايميل بتاعنا. اوكي نكتب الباسورد. لوجان. خلاص هو دلوقتي نقلك على صفحة الدفع بالنسبة للعنوان بريميوم.
في طريقتين للدفع، اما تكون عند حضرتك باي بال او بيزا. انا هجرب دلوقتي ان انا ادفع بالباي بال باي ناو. هادي اهي مبلغ اللي هتدفعه $25 اهو. اوكي هنقول pay now. خلاص كده احنا كملنا الدفع. المهم اوي بقى بعد ما تكمل الدفع تضغط فيها على return to shrink it for me علشان ترجع تاني للموقع عندنا علشان يجيلنا اشعار ان حصل دفع اصلا. مهم جدا يا جماعة لما تجينا البيج دي بنضغط هنا على return to shrink it for me. الخطوة دي مهمة بقى اللي هي تأكيد الدفع. انت بعد ما تخلص عملية الدفع بتاعتك بتروح على الباي بال وبتضغط على العملية اللي انت عملية الدفع اللي انت عملتها اللي هي اسم shrink it for me. هي مكتوب مكتملة بس هي فعليا مش مكتملة، يعني انت لما تدوس عليها دلوقتي جايلك ان انت تعمل confirmation ليها الاول. اديك تضغط هنا على confirm وبعدين yes. المشكلة بتقدر بقى تسيدي كذا مرة وتبدأ تدوس على confirm لغاية ما تلاقيها خلاص، يعني مبقتش تيجي تاني. خلاص هي فعلا كده بقتش تيجي تاني، خلاص انتهى. Thank you for choosing PayPal. خلاص يعني عملية الدفع اكتملت كده، احنا كملنا عملية الدفع خلاص. مستنيين بس ان احنا نبقى approved، عملية الدفع بتاعتنا تبقى approved. الخطوة الثانية اللي هنعملها، احنا دلوقتي ما عندناش حساب ادسنس اي دي نشتغل عليه، هنعمل ايه؟ هنعمل ريكوست ادسنس، نطلب معرف ادسنس من هنا اهو. اطلب معرف حسابك ب $15 لتبدأ العمل والربح فقط. برضو هنضغط، برضو في وسيلتين دفع، باي بال وبيزا. هنا نضغط على باي بال تاني علشان نشتري المعرف بقى، وهنعمل نفس الخطوات اللي عملناها المرة اللي فاتت في الدفع. اوكي لوجان. اوكي هنضغط هنا على pay now. برضو عملية الدفع اكتملت بنجاح. ما ننساش هنا برضو هنعمل نفس الخطوة وهنضغط على return to shrink it for me، وبعدين هنروح على PayPal نأكد الدفع. ادي عملية الدفع اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي، نضغط عليها برضو علشان نأكدها. برضو بنفس الطريقة هنضغط هنا على confirm yes. خلاص احنا عملنا دلوقتي confirmation او تأكيد للدفع. كده هنشوف دلوقتي بالنسبة للابجريد اهو، انا تعملي ابروف اهو. remaining days 30 يوم يعني العضوية المفروض بتدفع بشكل شهري. وعلى فكرة بالنسبة للناس اللي بياخدوا commission، الكوميشن بتاعتهم برضه بتبقى بشكل شهري، يعني طول ما العضو الابجريد بيدفع عضويته، الناس اللي هو مسجل تحتهم بياخدوا العضويه الكوميشن بتاعتهم بشكل شهري برضه.